وخلينا برضو نتكلم او نروح بقى من المغرب لتونس تحديدا. تونس برضو طبعا بتشارك للمره السادسه في المونديال، واكيد كلنا هنتابع علي معلول هناك، هو احد ابرز النجوم طبعا النادي الاهلي، وموجود هناك بقى مع منتخبه باذن الله، كل التوفيق ليه. وزي ما بيتقال كده واحد من ابرز الاعمده الاساسيه طبعا في تشكيله المنتخب تونس. طبعا كمان معاه عندك وهبي الخرزي نجم مونبلييه الفرنسي، والموهبه زي ما بتقال الشابه طبعا لاعب برينغهام الانجليزي. يعني بص هقول لك على حاجه، تونس معاها فريق او لا معاها نجوم كتيره جدا يا كريم، وفي نفس الوقت المجموعه كمان معاها مجموعه منتخبات هنا، فرنسا واستراليا والدنمارك، فاعتقد برضو قدامها ماتشات مهمه جدا وماتشات تقيله. طيب خلينا احنا كمان واحنا بنتكلم عن ابرز نجومنا العرب، لكن كمان عايزين نتكلم في الفقره الحواريه النهارده مع ايمن جلبرتو، هنناقش فيها كل التفاصيل الفنيه، يعني كمان التفاصيل الفنيه مهمه قوي ان احنا نتطرق ليها لكل منتخب في مجموعته. ونروح برده للمنتخب السعودي، المنتخب السعودي برده اللي بيواصل نجاحاته بشكل كبير جدا في التاهل بشكل مستمر حقيقي بجد للمونديال مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد. ده هنشوف برده نجوم كتيره جدا اللي ابرزهم عندك صالح الشهراني وعبد الله حمدان وسالم الدوسري، وده اسم كبير طبعا من نجوم نادي الهلال. السعوديه كمان خليني اقول لحضراتكم معاها الارجنتين والمكسيك وبولندا. ولا بص يعني طبعا ما للاسف بقى هو انت جامد بالظبط، يعني طبعا مهمتها مش سهله ابدا. وكمان عندك منتخب قطر طبعا الدوله المنظمه معاها لاعبين ممتازين جدا، يعني على كل حال احنا بنتمنى ليهم كل التوفيق. وفي كلام وتفاصيل وفنيات طبعا هنتكلم فيها وهنتطرق فيها في الفقره الاولى مع ايمن جلبرتو.